السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتك طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، ايه الفرق بين الصيام في الانسان والصيام في الفراخ؟ طبعا كلنا عارفين الصيام في الانسان هو الامتناع عن الطعام والشراب من اذان الفجر حتى اذان المغرب، لكن الصيام في الدجاج او في فراخ التسمين هو الامتناع عن الطعام فقط، بين قوسين الامتناع عن العلف فقط. اوعى تعطش الفراخ وتصومها زي الانسان. السؤال الثاني هو انواع الصيام في الفراخ. في صيام بيكون في الجو الحار وفي صيام بيكون في الجو المعتدل. نشرح الفرق بين الاثنين علشان الصورة توضح لحضراتكم اكتر ان شاء الله. بالنسبة للجو الحار، حضرتك مضطر تمنع العلف عن الفراخ، وإلا بيحصل حاجة اسمها احتباس حراري. ليه بيحصل احتباس حراري في الفراخ لما تاكل علف في الجو الحار؟ لأن الفراخ مش زي الإنسان. الإنسان لما بياكل حلة محشي في الصيف كده أو في الجو الحار، بيطلع الطاقة الحرارية اللي بياخدها من حلة المحشي على شكل عرق. تلاقي الواحد بيصر مية لو الجو حر وتحط قدامه حلة محشي كده ولا حاجة. لكن الفراخ ما عندهاش الغدد العرقية. انت عمرك ما شفت ولا هتشوف فراخ عرقانة. ده معناه ان لو الفراخ كلت علف في الجو الحار، الطاقة الحرارية اللي هتطلع من العلف هتروح فين يا معلم؟ هتروح على جسم الفراخ من جوه، وطبعا هيحصل كده احتباس حراري. الحرارة دي مش عارفة تطلع. بتبدأ أعراض الاحتباس الحراري إن الفراخ تنهج الأول، يعني تلاقي الفرخة بتحاول تطلع الطاقة الحرارية من بقها، تفاجأ إن الفراخ عمالة هكذا. الطاقة الحرارية دي بتيجي بعد العصر كده، خلاص الفرخة بتسيح. تلاقي الفرخة من بين العصر والمغرب كده يحصل نافق في المزرعة بسبب إن أنت سايب العلف قدامهم والجو حار. طبعا بما إن رمضان كل عام طيبين جاي في الصيف، فطبيعي ان احنا لازم بقى نعمل ايه؟ نصوم الفراخ معانا كده في رمضان ان شاء الله. وطبعا وبعد رمضان احنا مش هنصومهم علشان ناخد حسنات، هي بس الفكرة او الحظ ان رمضان جاي في الصيف، فعلشان كده انت لازم تصوم الفراخ في الصيف. البرنامج التاني بقى للصيام هو برنامج الجو المعتدل. ده برنامج اختياري انت حر، وده بيكون متقطع، مش زي البرنامج الصيفي اللي هو من 10 الصبح ترفع العلف لحد مثلا 8 المغرب وبعد كده بتسيب العلف اوبن بوفيه تاني عادي. لا، البرنامج بتاع الجو المعتدل ان انت بتقسم اليوم لاربع مرات العلف، لاربع مرات. انت مثلا بتاكل 20 شكارة في المزرعة، طيب ال 20 شكارة على اربع مرات يبقى كل مرة 5 شكاير، واليوم 24 ساعة يبقى كل 6 ساعات هتنزل 5 شكاير. ده برنامج متقطع، ولازم تحسب حضرتك، لازم تحسب هو الكمية المفروض الفراخ تاكلها النهاردة كام. يعني النهاردة 20 شكارة، اكيد بعد يومين ثلاثة 22 شكارة، بعد اسبوع مثلا 30 شكارة. فانت لازم تكون فاهم وعارف الاستهلاك اليومي اصلا كام. لو عايز تعرف الاستهلاك اليومي كام من العلف او من المية او من الحرارة او الحاجات دي، اخر الحلقة دي في فيديو هينزل هنا كده ازاي تحسب الحرارة والعلف والمية والحاجات دي كلها. تمام، بس بقى ما تنساش تشترك في القناة علشان يصلك كل جديد على طول ان شاء الله. بالنسبة بقى لفوائد الصيام، ايه فوائد الصيام في الجو الصيفي او الجو الحار؟ ان انت طبعا بتوقف النافق او بتقلل النافق، لان لو ما عملتش كده ممكن بعد الشر الفراخ تموت. اما في الجو المعتدل، الفوائد باختصار برضو علشان انا عارف حضراتكم بتحبوا الخلاصة، يعني بينشط عملية الهضم وبيساعد على الاستفادة القصوى من العلف. يعني لو هتأكل مثلا 20 شكارة، الفراخ هتستفيد منهم قوي لما ياخدوا ال 20 شكارة على اربع مرات. لكن لما تبقى العملية سداح مداح كده اوبن بوفيه كده، ممكن يحصل هدر وممكن يحصل سوء هضم، فما تستفيدش قوي من العشرين شكار. طبعا برنامج الصيام ده مش من اول يوم، انت المفروض بتسيب اسبوع 10 ايام على ما الكتكوت ياخد مناعة كده، وبعدين تبدأ تعوده على برنامج الصيام المتقطع اللي قلنا عليه اللي هو في الجو المعتدل ده. كمان المفروض بقى ان انت توفر علفات كتير، لان في البرنامج ده كنت بتجوع الفراخ اربع مرات في اليوم، فطبعا كل شوية يحصل تزاحم. الفراخ الكبيرة والشديدة القوية دي مش عايزينها ان هي تاكل اكل الفراخ الضعيفة،
فعلشان كده لازم ان انت تكون موفر علفات كتير بحيث ما يحصلش تزاحم، والتزاحم ده ممكن يخلي الفراخ الكبيره والشديده هي اللي تاكل والفراخ الضعيفه يعني ايه ما تلحقش تاكل. في النهايه كل عام وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.